أهل الكبائر الذين يجاهرون بالكبائر ويدعون الناس إليها وإلى فعلها، فهل إذا ماتوا ولم يتوبوا هل يستغفر لهم ويدعى لهم بالرحمة؟ نعم، ما داموا ليسوا على الشرك والكفر بالله، إنما هو دون الشرك ودون الكفر الأكبر، إنهم مسلمون يدعى لهم ويستغفر لهم. قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأصحاب الكبائر مؤمنون ناقص الإيمان، فيدعى لهم ويستغفر لهم ويصلى عليهم، يعاملون معاملة المسلمين. نعم.